متابعينا الكرام، استعدوا للضحك مع هذا المقطع اللي غادي نشوفه الان امامنا على يسار الشاشه. وباش نختصر لكم بسرعه قبل ما نشوفوا الفيديو، فما حدث او ما يحدث في تونس وهو انها تعرضت لعقوبات دوليه في مجال الرياضه، خصوصا من طرف اللجنه الاولمبيه ومن طرف كذلك المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات. علاش؟ لان هذه المنظمه اعطتهم واحد المهله باش انهم يطبقوا بعض القوانين ديال مكافحه المنشطات. تونس ما التزمت بتلك القوانين فتمت معاقبه تونس. ومن بين العقوبات انه ما يترفعش العلم التونسي لا في الاولمبياد ديال باريس ولا في اي منافسه ولا الرياضه تنطوي تحت مظله الاولمبياد ولا الفيفا ولا حتى يعني المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات اللي هي داخله في هذه المنافسات الرياضيه. فنضد مسخوط الوالدين وغادي نسمعوا شنو دار وشنو قال والتهريج اللي داروا، ثم معكم بالتعليق. نعم، في هذا الاجتماع كنت منذ قليل بالحي رورام تجارتس، وما ارتكب فيه جريمة نقرة لا يمكن أن نتسامح فيها أبدا. الراية التونسية في تونس تغطى بخرقة من القماش. في تونس راياتنا، علمنا لا يرفع. هنا لابد من تحميل المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة في حق تونس، ولا مجال للتسامح مع أي كان. هنا يتطاول على الوطن وعلى الشهداء العلم هذا، الراية التونسية مخضبة بدماء الشهداء الكثير. شهداء كثير سيد وزير الداخلية. وسيد المدير العام والسيد وزيرة العدل. مخضبة بالدماء. والعلم مخضب بالدماء منذ عقود ومنذ قرون للحصول على الاستقلال. يأتي هنا في تونس من يغطي العلم التونسي؟ هذا لا مجال للتسامح معه. هو الحديث عن اللجنة الأولمبية وعن التعليمات. تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى. هذا اعتداء. اما غادي يدخلهم في الحيط، اما غادي يدخلهم في الحيط، غادي يخرجهم من الالعاب الاولمبيه وغادي يخرج على المسيره الرياضيه ديال الرياضيين وعلى الفرق وعلى الانديه بسبب هذا الغباء وهذه البروباغندا ديال الشهداء اللي جابها من حاضرات الجزائر. دابا حتى هو من بعد غادي يخرج غادي يقول لهم حنا عندنا 5 مليون شهيد في تونس. لا ولا مجال للتسامح مع اي كان مهما كان. لا حول ولا قوة الا بالله. تلاحظون دماء الشهداء. ويأتي هناك من في بلادنا من يغطي علمنا بخرقة من القماش. بلادنا وطننا ليس رعب. ومن يعتقد انه فوق القانون او يمكن ان تشفع له عمالة. دخلوا فيها العمالة. دخلوا فيها العمالة، العملاء. والقضية وما فيها أنه ما التزموش بالقوانين ديال منظمة مكافحة المنشطات الدولية. لو أنكم التزمتوا بالقوانين ما كانوش غادي يطبقوا لكم عقوبات. بسيطة جدا القضية. ينمكلخ. ودابا قضية دخلوا فيها الشهداء ودخلوا فيها العملاء ودخلوا فيها الخارج. العملاء الخارج. ف ليعلم أننا لن نتسامح أبدا. لا حول الله. ودماؤنا ليست أزكى من دماء الشهداء. شهداء ديسمبر 2010 وجانفي 2011، والشهداء منذ دخلت قوات الاستعمار تحت ظل ما يسمى بالحماية، ولكنه استعمار وخيانة في ذلك الوقت. ماتوا من أجل العالم التونسي. ثم من ناحية أخرى، هذه الراية العزيزة لن نتركها ولن نسلمها
رحلة مرفوعة. لأشياء سوف تأتي من بعدها. حتى وإن كانت مخضبة بالدم وبالألم، فأننا سنسلمها إن شاء الله إلى أشياء سوف تأتي من بعدنا لترفعها عليها في تونس وتحت كل سماء. فيه للتاريخ حتى يأخذ كل ذي حق حقه. ولا جماعة من المهرجين قسما بالله عليها. دابا اش دخلت شي في الاولمبيات، واش دخلت شي في الرياضة، واش دخلت شي في المسألة بسيطة يا المكلخين، المسألة البسيطة. طبقوا داكشي اللي قالت لكم المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ديروا داكشي اللي بغات، تأكدوا بأنكم ما كتستعملوش المنشطات، ورفعوا العلم ديالكم حتى في المريخ. وصحيح ان العالم مقدس وما الى ذلك، وكل دوله تقدس العالم ديالها، ولكن شكون اللي خرج على العالم ديالكم؟ نتوما، انت هذا الرئيس، هذا المكلخ جات عنده اللجنه الاولمبيه والمنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات، قالت لهم اودي راه كاين هناك قانون باش انكم تشاركوا في الاولمبياد، خصكم تطبقوا فيما يتعلق بالمنشطات. رفضوا، ما بغاوش. قال لك لا، هذه سياده، وتا هما بداو كيدخلوا لهم ديك المساله ديال السياده والنيف المخنن وشنقريحه وتقاشر افريقيا وما الى ذلك. فطبقت عليهم العقوبات، ومن بين العقوبات انه الرايه ديالهم ما ترفعش في اي منافسه تنطوي تحت مظله الاولمبياد، ومن حق اللجنه الاولمبيه انها طبقت شي، لان هذه المنافسه ديال الا ما بغيتوش هذه المساله، ما بغيتوش الرايه ديالكم على انها تغطى، نسحبوا من الالعاب الاولمبيه ديال باريس، ونسحبوا من اللجنه الاولمبيه، ونسحبوا من اي منافسه رياضيه تحت مظله الاولمبياد. بسيطه جدا، وديك الساعه رفع الرايه ديالك حتى في المريخ. ولكن انت باغي تشارك، والقوانين ديال المنظمه مكافحه المنشطات واضحه، خصك جميع اللاعبين والرياضيين ديالك يكشفوا واش كيمارسوا المنشطات، واش كيتعاطوا المنشطات والمخدرات ولا لا. بسيطة المسألة، علاش دخلتي فيها الشهداء وما عرفتش شنو الهضرة الخاوية؟ زعما لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وكنشوف هذا المنظر، ولا كنشوف مستشفى ديال المجانين، ويا أسفة على تونس، يا أسفة على تونس. ولا حكم أحمق ومدخلهم للحيط، حاضرة الجزائر دخلوا للحيط في المجال الرياضي، هاو هذا تبعهم. دابا ماشي نوض صداع مع منظمات مكافحة المنشطات، ويزيدوا عليهم العقوبات، يزيدوا يفرضوا عليهم العقوبات. ومن بين العقوبات اللي كانت فرضت عليهم انهم ما ينظموا حتى شي منافسة رياضية، لا تحت مظلة الفيفا ولا تحت مظلة الكاف، لا منافسة ولا كأس ولا بطولة رياضية، لا في كرة القدم ولا في اي من الرياضات الاخرى. هذه عقوبات اللي طبقت على تونس، عاد زيدوا عليها هذه العقوبة ديال انهم ما يرفعوش العالم ديالهم. وعلاش مسخات الوالدين دخلتوا راسكم في هذه المعمعة؟ ديروا داكشي ديال المنشطات قانونيا، ودخلوا ورفعوا العالم ديالكم وديروا اللي بغيتوا. دابا هادو ما التزموش بالقانون وزيدينها بالتسنطيح. مصيبة حلال. وكنت ذكرت لكم هذا في المناسبة السابقة، كان هناك الفريق الوطني لجنة التحرير الجزائري، اللي خرجوا عليهم، وقيل في ذلك الوقت أن الجامعة الدولية لكرة القدم لا تعترف بالفريق الوطني التونسي الجزائري. هادشي المغرب اللي داروا يا السراق، هادشي المغرب اللي داروا باش تعاقب المنتخب المغربي، اللي كان صادف جبهة التحرير الوطني ديال حضارة الجزائر، والفيفا وقفت المنتخب المغربي لسنتين. هادشي المغرب اللي داروا، بدا كيتابع حتى هو سياسة التخنشيل، داكشي اللي داروا المغرب كيخنشلو هو. في وضعية قوات الاستعمار والاحتلال، حول ولا قوة الا بالله، تصور تفكيك الدولة مسار بحنون الى ذلك، ليس لهم مكان بيننا. لا حول ولا قوة الا بالله.
زعما والله لا ياسف على تونس ولا حكمه واحد حمق مسطي. دابا العالم حنا متفقين العالم هو شيء مقدس لدى كل الامم، لكن شكون اللي خرج على العالم التونسي باش انه ما يترفعش في الاولمبيات وما يترفعش في المنافسات ديال الاولمبيات والفيفا وما الى ذلك؟ هذا المسخوط هذا، هذا المسخوط هذا جاوا عنده قالوا له دير الرياضيين ديالك يديروا الفحص ديال المناشطات، قال لهم لا، قال لهم السياده، قال لهم السياده. دابا ولا كيدخل فيها الشهداء والاستعمار والعملاء وما عرفت شنو من هاد الخزعبلات. على كل متابعينا الكرام، بغيت نعرف التعليقات ديالكم والاراء ديالكم اسفل هذا الفيديو، واراكم في فيديو قادم.